السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة بقى حبايبي أحلى صينية سمك ما حصلتش. أنا عاملاها بسمك دينيس، تقدروا كمان بالتتبيلة دي وبأي نوع سمك تعملوا الصينية دي. عملتها بثلاث معالق زيت بس يا بنات، لكن النتيجة كانت رائعة جدا. الطعم بقى كان رائع، خصوصا بالتتبيلة الروعة دي اللي انتوا تقدروا تخزنوها، تفرزوها يا بنات في أكياس صغيرة كده وتطلعوها. دقة سمك، دقة بتنجان مقلي بالدقة، حاجة جميلة جدا وتحت ايديكي وسهلة قوي. عملت معاها رز صيادية وسلطة يا جماعة، سلطة بشوية خضار وبنجر، غذاء الدم عشان العيال وشهم ينور. بسم الله. انا معايا 5 فصوص ثوم، معايا 4 قرون فلفل بارد وسبايسي، وياريت تحطوا فيها فلفل احمر، الفلفل الاحمر بسكر الدقة جدا. ومعايا حزمة كزبرة خضراء أخدت العيدان منها، ومعايا ليمون، معايا نص معلقة كاري، نص معلقة كركم، معلقة ملح كاملة صغيرة، ومعلقة كمون، ومعلقة كزبرة ناشفة. دي كل حاجة التتبيلة يا بنات، حطيتها كلها كده في كبة أو في هون. واعصروا بقى الليمون، ده ليمون بلدي صغير، عصرت منه 3 ليمونات. طيب لو فرزتوها بتفضل والله يا بنات محتفظة بلونها الحلو وبريحتها الحلوة، بحتفظ بيها من السنة للسنة، ما بيجرالهاش أي حاجة في الفليز. طب أنا حطيت معلقة خل واحدة، لو شفتوا يا بنات هي معلقة خل صغيرة واحدة أو كبيرة واحدة بس، لأن كتر الخل يا بنات بيهري لحم السمك، فأنا بحط حاجة بسيطة بس بالمنظر ده كده. وفرزوها يا حبايبي، هتتبسطوا جدا جدا من النتيجة. بسم الله. بعد كده هتبل السمك من التتبيله الرائعه دي. تبلوه بقى ومن بره ومن جوه، ولو السمك محمل وكبير اعملوا فيه فتحات يا بنات في الظهر، لكن لو صغير ما تعملوش فيه اي فتحات يا بنات. بسم الله. من جوه كده دعكت التتبيله، ومن بره ممكن تحطوا كميه اصغر من كده كمان، انا مكتره. بصوا يا بنات، وفي الفتحات برضو بحط كده، بدخل فيها من التتبيلة الرائعة دي. وجربوا حبايبي، الكاري والكركم في التتبيلة روعة روعة روعة. عايزين تحطوا معلقتين مستردة، ضيفوا معلقتين مستردة، لكن والله يا جماعة فيش داعي للتكلفة، بتديني نفس النتيجة. بسم الله. تبلت السمك كده وحركينه يا بنات بالظبط 10 دقايق بالكتير ربع ساعة. هجهز كده فرشة للصينية، يعني مش عايزه اقول لكم على حلاوتها وطعمتها. العيال بقوا يسيبوا السمك ويغمسوا يا جماعه من الفرشه اللي تحت اللي في الصينيه دي. بسم الله. انا معايا حبيتين طماطم مبشورين، ومعايا جزرتين مبشورين، ومعايا بطاطس وحبيتين بطاطس وحبيتين بصل برضو، شرايح رقيقه كده يا بنات على مبشوره الشيبسي بالمنظر. بصوا رقيقة جدا، لأنها أول عن آخر يا بنات نص ساعة في الرف التحتاني على درجة حرارة 200، فلازم الحاجات دي تبقى رقيقة جدا، لو عملتوها قطعة تخينة سميكة مش هتستوي. طيب حطيت معلقتين زيت، خدوا بالكوا دول معلقتين زيت بس يا بنات، ومن الخلطة الجبارة، الخلطة اللي ريحتها بروايح دي، خلطة زمان من غير أي افتكاسات، معلقتين 2، وهقلب الخليط ده كله وهفرده كده في الصينية. شغل مطاعم وفنادق وحاجة عظمة على عظمة يا بنات، مش قادرة أوصف لكم حلاوة الصينية دي. أنا نفسي كلكم تجربوها بثلاث معالق زيت بس يا بنات. بسم الله. هرص السمك زي ما أنتم شايفين، ده 1.5 كيلو من السمك الدينيس. أنتوا عارفين السمك الدينيس طعم طعامة يا بنات، ومقلي مشوي حلو في كل حالاته. طيب أنا معايا معلقة من صلصة الطماطم، يا إما معلقة بابريكا كبيرة، وباقي باقي الزيت أهو يا بنات معلقة واحدة بس، ولا أكتر ولا أقل. هقلب الحاجات دي كلها وحركنها برضو على جنب، وهدخل الصينية زي ما أنتم شايفين الرف التحتاني على درجة حرارة 200، وقعدت نص ساعة بس يا بنات، أو نص ساعة و5 دقايق كده استوت وخلاص. عايزين تكتفوا بكده خلاص، لكن أنا هديها دهنة من الخليط ده كده على الوش، وهدخلها يا بنات تحت الشواية. أنا طفيت خلاص البوتاجاز، بس هفتح الشواية 7 دقايق أو 10 دقايق، تاخد لون روعة يا جماعة. كانت مقرمشة من بره وطرية من جوه، والطعم بقى أنتوا عارفين الصينية في الفرن يا بنات ملهاش حل صراحة. تسوية الفرن بسم الله ما شاء الله، شايفين يا جماعة اللحم الأبيض وريحتها بروايح. اعملوا بقى معاها سلطة خضرة بالبنجر وحاجة جميلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.